السلام عليكم. يعرف مطار تندوف للرائد سراج، إذا يعرف عملية توسعة كبيرة سوف تؤدي إلى ضعف القدرة الحالية، وذلك أمام يعني بالنسبة للتحديات الجديدة التي طرأت في الآونة الأخيرة، بحيث أنه تم الانطلاق في استغلال مطار استغلال مناجم جارج بيلات، وكذلك فتح يعني النقاط حول عبور جديدة مع موريتانيا، وبرمجة مشروع إنجاز طريق تندوف زويرات اللي يبلغ حوالي 400 كيلومتر. إذا كل بالنسبة لكل هذه المعطيات الجديدة، تقرر توسعة مطار تندوف إلى ليصبح يستقبل يعني الشاحنات يعني لكارغو، يعني الطائرات الشاحنة الكبيرة، حيث أنه فيه عملية جلب معدات يعني تاع التصنيع تاع لإنشاء محطات تاع تخزين المناجم تاع الحديد، و يعني فيه كذلك لجلب اليد العاملة، وال يعني كل ما تتطلبه ما يتطلبه هذه المشاريع الجديدة في ولاية تندوف. إذا تقرر توسعة مطار تندوف الرائد فراج إلى ضعف، ليتمكن من لعب الدور تاعه في الدفع بعجلة النمو تماشيا، والمعطيات الجديدة والمشاريع الجديدة المبرمجة في هذه المنطقة. وهنا نشوف في موقع آخر، نشوف عملية الأشغال اللي راهي دايرة في مطار تندوف، ونشوف هنا صور الأشغال لتوسعة للتارماك أو المهبط بتاع الطائرات أو لبيست داتيريساج دونفول نتاع الطائرات بالنسبة لهذا المطار. مازالها الأشغال مازالها، وراهي لاحقة حوالي 40% في الأسابيع القليلة الماضية هذه. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.